الحقيقة احنا بقالنا سنين طويلة جدا مصر بتعيش في ظل حالة طوارئ. يعني الحقيقة ايام الرئيس عبد الناصر كان عندنا حالة طوارئ، ايام الرئيس السادات، ايام الرئيس مبارك من يناير 2011 لحد ايام قليلة ماضية. الغاء حالة الطوارئ بيدي نوع من الاطمئنان، بيدي نوع من الثقة في ان الدولة وصلت الى مرحلة كبيرة جدا من الامن والامان، انه التحديات الداخلية والخارجية اصبحت اقل، انه المواطن اصبح هو يعني اللي شايل مسؤولية الحفاظ على امن وامان الوطن، انه القيادة شايفة انه المخاطر قلت الى درجة كبيرة جدا جدا، بحيث انه ما يبقاش في داعي لاتخاذ اجراءات استثنائية. قانون الطوارئ او فرض حالة الطوارئ هي حالة او قوانين استثنائية، فوجود حالة الامن والامان ووجود حالة الاطمئنان ووجود مثل هذه الاشياء هي رسائل للداخل ورسائل للخارج. من الرسائل للداخل انه والله يا شعب مصر احنا بقينا اكثر امانا واطمئنانا، وفي حالة من حالات سيادة الامن، فارجو انك تطمئن. وده الخارج، والله مصر اصبحت واحة من الامن والامان. فالحقيقة الغاء حال الطوارئ اعتقد انه شيء جيد وشيء رائع وقرار صائف هذا التوقيت. قرار رائع، وكل المصريين فرحوا بيه لانه قرار مطمئن جدا. قرار اكيد سيادة الرئيس ما خدوش من فراغ، اكيد رجع كل الاجهزة المعنية اللي موجودة في البلد، وكونها ادي التقرير يطمئن سيادة الرئيس عشان ياخد قرار زي ده في ظل الظروف اللي كنا بنمر فيها من إرهاب وعدم استقرار في فترة سابقة، فده شيء يفرحنا جدا، يطمئن السياحة انها ترجع تاني، يطمئننا على الامن والامان اللي مصر معروفة بيه ان شاء الله تعالى، وفي نفس الوقت يطمئن رؤوس الاموال في الخارج المستثمرين ان هم يقدروا يدخلوا البلد، مش هيتعاملوا في ظل قوانين مختلفة او قوانين تضغط عليهم، لان زي ما بيقولوا رأس المال جبان زي ما بيقولوا. فبيدي رسالة طمأنة كبيرة جدا للمستثمرين في الخارج سواء عرب او مجانب. مصر امنة، فيها مناخ استثمار ممتاز، مؤهلة في ظل كمان التطور الكبير اللي سيادة الرئيس مهتم بيه في مجال الطرق والكباري والمدن الجديدة والمشاريع الجديدة، ورؤساء طبعا العاصمة الإدارية الجديدة. كل دي عوامل بنقول بيها مصر آمنة، وكان طبعا ليها دور كبير وإيجابي، وأنا متأكد الفترة الجاية بيكون لها دور إيجابي كبير جدا على مصر وعلى المصريين بشكل عام. بخصوص إلغاء حالة الطوارئ، دي خطوة جريئة جدا ونشكر عليها، حيث بصراحة الأمن بقى مستفيد والبلد بقت عايشة في ازدهار، وده شيء كويس من سيادة الرئيس وفخامة الرئيس بالإنجاز ده، وده يحسب للرئيس نفسه اللي شايف أرض الواقع وشايف الأمن اللي احنا فيه والاستقرار احنا فيه. نتمنى المزيد من الاستقرار والأمن في ظل القيادة إن شاء الله. شكرا.